مساء الجمال على كل محب الجمال من قناة الصحة والجمال. النهاردة احنا بنقدم لكم برنامج مختلف شوية، متنوع في فقراته. عندنا مجالات كتير جدا هنعرضها لكم، عندنا مجالات فنية وثقافية واجتماعية. برنامج الجريء والجميلة، طبعا النهاردة يعني كله جميلات، مفيش جرأة، بحيث ان احنا اول حلقة. يعني في البداية برحب بزميلتي شهد. ازيك يا شهد؟ ازيك، عامل ايه؟ مساء الخير. اول جميلة معانا النهاردة هي الميك اب ارتست المغربية خديجة صديق. ازيك، اهلا بيكي، منوره. قولي لي بقى، انت شغاله بين مصر والمغرب، تمام؟ انا شغاله بين مصر والمغرب. عايزه اعرف بقى بدايتك كانت في المجال فين، في مصر ولا في المغرب، ودخلتيه ازاي؟ لا، بدايتي الاول كانت في مصر. ودخلته ازاي؟ انا كنت يعني هي اصلا عندي هوايه، يعني انا عايزه اتعلم الميك اب، وكنت كل ما نكون معزومه او شيء بلاقي مشكله ان انا يعني ادور على ميك اب ارتست وكده. فاضطريت ان انا ابقى اعمل لنفسي، وفي نفس الوقت حابه الموضوع. بس وبقيت في حلاكه وخديت كورسات بزاف. يعني اصلا كنت عايشه في مصر؟ كنت عايشه في مصر. خديجة، عايزك تقولي لي ايه الفرق بين الثقافه المغربيه في مجال الميك اب والتجميل والثقافه المصريه؟ يعني انت حسيتي الفرق لما جيتي تعملي ميك اب في المغرب ولما جيتي هنا مصر، حسيتي الفرق ولا لقيتي لا؟ احنا عندنا في المغرب مثلا العروس، عشان انا مثلا لو كنت رايحه نعمل لها ميك اب خاصني نبقى معاها اليوم، تقريبا اليوم كله. يعني عشان هي بتلبس لبس كتير، ممكن اغيرها الروج عليفغ، يعني الروج، ممكن نزود لها شويه هايلايتر، يعني كده ممكن افضل معاها طول اليوم. بس في مصر لا، يعني ساعه ممكن نمشي قبل الفرح وخلاص. قبل الفرح وصافي. احنا شعب سريع سريع على طول، سريع بينجز. طيب قولي لي، انت قلتي انك اخذتي كورسات، طيب تنصحي الناس بايه بقى؟ يعني لو واحده مثلا عايزه تبقى ميك اب ارتست، تنصحيها بايه بخصوص الكورس؟ اول حاجه لازم تكون عندها هوايه وتكون حابه الموضوع. ثاني حاجه تكون يعني عندها شويه يعني درايه شويه على الموضوع. تاخذ الكورس، ومن بعد الكورس على طول تشتغل على نفسها، يعني مش تاخذ الكورس وتروح تقعد في ممارسة البيت، يعني على طول عشان ايدها تتعود على الرسم. دي نصيحتي لهم دايما في اي يعني كورس. يعني حتى لو ما فيش شغل ان هي تبدا حتى تعمل طبعا لنفسها، لاصحابها، لاخواتها، لاي حد، المهم تشغل ايديها يعني. طبعا عشان ايدها تتعود. خديجة، انت بقالك قد ايه هنا في مصر؟ يعني قول اكثر من 4 سنين. لا، اكثر، اربع سنين. يعني 4 سنين، يعني دخلت في 6 سنين. حضرت مهرجانات هنا في مصر؟ زي كتير. في مجالات الفاشن او الميك اب كتير، وتكرمت فيهم كتير. في منهم إيجي فاشن، منهم ويدينج داي، مهرجانات بزاف، ما بقيتش عقل على الاسامي بالضبط، ولكن كانوا مهرجانات في المستوى يعني. وطبعا حضرتي اكيد مهرجانات في المغرب. بس مش كتير، مش زي القاهره. ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق بين المهرجان المغربي والمهرجان المصري؟ يعني الفاشن بين الفاشن، احنا عارفين الفاشن المغربي فاشن مختلف شويه. لا، الفاشن هنا يعني حتى لما بيكون هنا في مهرجان بيكون في تنوع كتير، يعني جايبين جنسيات كتير، مغاربه، جزائريين، يعني جنسيات كتير، بيكون في تنوع في المهرجان كتير. وحتى في المغرب، بس صراحه هنا لقيت تنوع اكتر، تنوع اكتر في مجال الفاشن والميك اب، صح؟ بالضبط. طيب انت ما فكرتيش تعملي ميك اب لفنانين؟ لا، عملت. عملت لمين؟ عملت الفنانين كتير، يعني مش فاكره بالاسامي بالضبط. يعني طب ايه شايفه بقى وجه الاختلاف بينك انت تعملي ميك اب لفنانه وبينك تعملي ميك اب لعروسه؟ لا، نفس الموضوع، بس ممكن تكونوا في عرايس بيكونوا اساسا مش عاملين ميك اب كده قبل كده، يعني الفنانه بتلاقيها خلاص هي فاهمه الموضوع، فاهمه كل حاجه. بس العروس لا، تكون مش ما عندهاش درايه قوي بالموضوع. طيب قولي لي بقى، قابلتي صعوبات هنا في مصر ان انت مش مصريه، فمثلا عروسه بتخاف ان يبقى الميك اب غير الميك اب المصري مثلا، مختلف؟ لا لا لا، بالعكس. لا بالعكس. حلو ده. لا، الشغل معاهم طبعا زوين بزاف وسلس وكل شيء يعني. لكن مفيش فرق في الميك اب يعني بين الميك اب المصري والميك اب المغربي؟ كاين فرق. في فرق. هنا هنا العرايس كيبغيو الميك اب شويه يكون خفيف. خفيف على لان احنا عندنا العروسه كتلبس قفطان مغربي وهذا، ممكن الميك اب كيكون شويه ثقيل، رسمه العين كتكون ثقيله وهذا. اما هنا لا، هنا ممكن الميك اب يكون خفيف مع الفستان. طب انت من وجهه نظرك الميك اب بياخد قد ايه من اهتمامات البنت؟ يعني في بنت ممكن تنزل الشارع من غير ميك اب؟ كتير. احنا عندنا اساسا في المغرب الناس بينزل عادي من غير كلهم ميك اب. غير ميك اب هنا في مصر. هنا في مصر. هنا في مصر لا، يعني ممكن يعني نقول 50% كينزلوا بلا ميك اب.
يعني 25 كمية كبيرة بصراحة، يعني بصراحة حاجة مهمة. حاجة مهمة الميك اب هنا، حاجة مهمة جدا في مصر. يعني مفيش بنت في كل مكان، في كل مكان كل أنا لا، بس البنت المصرية دايما في أي مناسبة لازم تنزل تحط الميك اب فول ميك اب. احنا لا، ايه ده يعني حتى لو في مناسبة؟ لا مش لا ضروري. ممكن في مناسبة هي لوحدها تعمل أي شيء خفيف وتمشي المناسبة، بس مش هتجيب ميك اب ارتست تعملها في كل يعني 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 قليلة شوية عندنا، فهمتي؟ طيب أنا عايز أسألك سؤال، إيه الفرق بين الميك اب بتاع الويدنج والميك اب بتاع السواري؟ شوف هو ما بقاش فرق كتير، يعني على حسب مثلا هي في الميك اب ديال الويدنج خاص يكون يعني رسمه العين ممتازه وخاص يكون بيرفكت على السواري. السواري نفس الشيء بس ممكن تكون اخف، يعني على حسب، ممكن في ناس تطلبوا سواري بس في نفس الوقت طالبينه بيرفكت وزي الويدنج، يكون حسب الفستان، يعني على حسب على حسب فستان، على حسب هي اشنو باغا، يعني عايزه ايه. اوكي اشنو باغا. طيب دلوقتي لو هنقول لك هتعملي ميك اب لعروسه وهتعملي ميك اب لبنت لابسه سواري، الماتيريال بتبقى واحده ولا بتختلف؟ بالنسبه لي انا بالنسبه لك انت كميك اب ارتست، لا بالنسبه لي الماتيريال كتبقى نفس الماتيريال، في ناس كتغير في ناس انا لا، لكن في حاجات يعني في حاجات كده بسيطه كتغير، ماشي كل شيء صراحه. بس هي الوقت اللي كناخده مع العروسه اكثر من السواري واكثر طيب من الخطوبه. دلوقتي قصه الشعر بتفرق في الميك اب؟ يعني وانت بتشوفي شعر وانت قدام البنت بتعملها ميك اب، قصه الشعر بتختلف لا مع الميك اب ولا لا؟ لا انت بتشتغلي عادي ملهاش علاقه. ملهاش علاقه قاعده بالميك اب. طيب احنا في الختام عايزينك بس توجهي رساله للمبتدئين في الميك اب، تحبي تنصحيهم بايه؟ يتعلموا اكتر، يحاولوا يجددوا، يعني يشوفوا لوكات كتيره، يحاولوا يجربوها، ما يخافوش، يعني ما يخافوش من الرسم او يقولوا لا ده بوظناه ده، يعني شويه بشويه وهتلقاهم خلاص هتلقاهم اللوم زيانين. نورتينا ميك اب ارتست خديجه صديق، بنرحب بيكي وبنشكرك جدا على تواجدك معانا وشرفتينا ونورتينا. ربي يخليك، نوركم، ميرسي بزاف، شكرا.